السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة السبت 1 ديسمبر 2018، ودايما 1 ديسمبر من كل عام هو اليوم يوم الإيدز العالمي. اليوم ده في الدول بتعمل إجراءاتها وبتراجع حساباتها بخصوص مرض الإيدز، بيشوفوا إيه اللي عملوه في السنين اللي فاتت وإيه اللي المفروض كانوا يعملوه ما اتعملش، وبيطلعوا التوصيات كل دولة بتقول هتعمل إيه في الفترة الجاية عشان تقاوم هذا الفيروس وتنتهي منه. طبعا في دول وضعها متقدم جدا وأحسنت البلاء في هذا المجال، وفي دول لسه شوية. وبصفة عامة العدد الإيدز بصفة عامة في العالم بيتراجع، لأن العدد المصابين السنوي بيبقى أقل من السنين اللي فاتت. لكن في بلاد زي جنوب أفريقيا الصورة فيها شوية قاتمة، لأن في عدد كبير من الناس غير المفحوصين وغير المعروفين، وعملوا زي ما قلت مرة في فيديو، عملوا دراسة على حوالي 33 ألف شخص من سن العشرين إلى ما فوق، وجدوا إن تقريبا واحد من كل ثلاثة من الناس اللي خضعوا للسكرينينج للحصر مصاب بالفيروس ولا يأخذ العلاج، معناها إنه بينشر العدوى. بالنسبة لبلد زي الفلبين، وجدوا إن الفلبين بعد ما كانت من أنظف دول من الدول النظيفة في العالم ومن أحسن المعدلات القليلة قوي في انتشار الإيدز، أصبح وضعها أوحش وسائد شوية، وأصبحت من أكثر الدول في منطقة شرق آسيا نموا أو زيادة معدلات الإيدز، لأن الإصابات الجديدة لقوا إن خلال سنة 18 في معدل يمكن 32 واحد مصاب جديد، مش في السنة، لا ده في اليوم، يعني في السنة بحسبة صغيرة كده 32 واحد في 12 يطلعوا حوالي 384 إصابة جديدة خلال العام الماضي، وبالتالي ديت زادت معدل الإصابات الجديدة في دولة الفلبين. وأصبح كده بعد ما كانت الفلبين دولة تعتبر من الدول الأقل انتشارا للإيدز، أصبح الإيدز فيها يعتبر إيه، أو الفيروس الإصابة بالفيروس أصبح معدله مقلق جدا. والكلام ده مش كلامي وإنما كلام وزارة الصحة الفلبينية. امبارح أنا عملت بث مباشر، وده بعمله كل يوم جمعة بتوقيت مصر الساعة 2 الظهر بتوقيت مصر بعد الظهر، ويعني الساعة 3 بتوقيت السعودية للي يحبوا يتابعوني. امبارح في البث المباشر كنت بتكلم عن هذا الموضوع وبجاوب أسئلة المتابعين والحبايب حوالين مرض الإيدز والأمراض الأخرى يعني. فكان الأسئلة امبارح في التشات كتيرة جدا في البث المباشر، كتير من الأسئلة ما لحقتهاش، فوعدت اللي تابعوني امبارح بان النهارده تاني يوم يعني هنزل في نفس التوقيت الساعة 2 بتوقيت مصر يعني 3 بتوقيت السعودية، هصور الأسئلة اللي نزلت كلها على الشات وهجاوب الأسئلة التي لم أستطع الإجابة عليها. وأحب أعبر عن شكري ليكم كلكم في وجودكم معايا على هذه القناة، وإنه بدون وجودكم هذه القناة لن يكون لها وجود. وأحب أشجعكم إنكم تعملوا تسألوا وتكتبوا تعليق، عشان الأسئلة بتاعتكم ديت بتوجهني إلى بتخليني أفهم إيه هي المواضيع الأكثر اهتماما أو اللي بتشغل بال المتابعين بتوعي، وبالتالي أقدر أركز عليها. دي حاجة. والحاجة التانية طبعا بنوصيكم بإنكم لو بتحبوا القناة وشايفين إنها مفيدة للناس بتعملوا دايما لايك للفيديوهات، وتعملوا سبسكرايب، وتدعوا الناس الآخرين أصدقاء والحبايب الآخرين بأن هم يشتركوا في القناة عشان تعم الفائدة، وإن شاء الله نحتسب هذا الجهد عند الله سبحانه وتعالى. الحاجة اللي أنا متوقعه منكم أنكم تدعوا
تدعوا لي بالصحة، مش طولة العمر، لا الصحة لحد آخر يوم في العمر، سيان بقى آخر يوم ده كان بعد يومين ثلاثة ولا بعد 10 سنين، المهم الواحد ربنا يكون ممتعه بالصحة إلى آخر يوم، وإن شاء الله يقدر الواحد على إنه يعمل فيديوهات محدثة بأحدث المعلومات الطبية والمفيدة عشان تبقى صدقة جارية مستمرة مفيدة ليكم ولكل المشاهدين والمتابعين. وأشكركم مرة تانية على دعمكم ووجودكم معنا. دي بداية التشات في البث المباشر، سلامات وتحيات وما لذلك، نشكر الجميع طبعا. والأخ بيسأل وليد عمر تحت اهو، السلام عليكم، الإيدز ينتقل عن طريق الجنس السطحي، يعني مش فاهم دون العلاج، يعني راجل وست بدون ما يستخدموا الأعضاء الجنسية مثلا، ولا يقصد يستخدم بس بدون ما يعمل علاج؟ لو كان كده فهو يعتبر نوع من الجنس وممكن تنتقل العدوى، لكن هي خطورة العدوى بتتدرج من الجنس الخطير إلى الأقل خطورة كالتالي: الأخطر هو الجنس الشاذ اللي هو بيتم ما بين الرجل والرجل أو الرجل وامرأة عن طريق الشرج، ويليه الجنس العادي المهبلي، ويليه الجنس الفموي. فبالتالي الجنس السطحي بيعتبر من الأمور اللي ممكن تنقل ولكن أقل درجة من الخطورة. الشلهوب الشلهوب، أنا عملت كومبو آخر حاجة كان 5 شهور بعد العدوى ب5 شهور، عملت الكومبو 3 مرات بس عندي حرارة حاليا مع ألم في الحلق، هل هذه الفترة كافية؟ نعم كافية، والأعراض لا تدل على وجود الفيروس. اللي بيسأل استخدمت حمام مشترك وبعد الحمام لاحظت وجود كوندوم فأخاف أن يكون انتقل لي الإيدز، وهذا أمر يسبب لي مشكلة نفسية. نقول للي بيطمن مفيش مشكلة، الكوندوم لا ينقل العدوى بالفيروس، ولكن طبعا لو وسخ أو ملوث ممكن ينقل العدوى بأمراض أخرى كثيرة غير الفيروس، يعني ممكن ينقل تعنية وممكن ينقل أمراض جلدية وممكن ينقل التهابات، حاجات كتيرة بس ما بينقلش الفيروس. حبيبة 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 إيه؟ ماماها بتسأل بتقول عملت تحليل يوم 89، في اليوم 89 من احتمال شك بإبرة ربما تكون من طرف ممرضة ربما تكون ملوث، هل أعيد مرة تانية؟ الإجابة لا، ما تعيدهوش مرة تانية. طبعا احتمال ان الابره تكون ملوثه ده صعب قوي لانها ممرضه، لكن المهم 90 يوم او 89 يوم فتره كافيه جدا جدا، ودي مش من نوع العدوى اللي هي خطيره الاحتمال. تاج الدين بيسال بيقول تحليل بي سي ار القيمه طالعه 5000 والسي دي 4 طالع 639، السي دي 4 كويس لكن البي سي ار طبعا عالي 5000، واندتكتابل يعني حسب التحليل او حسب مكاتب اللي هو اب تو 40. هذا الاخ لازم يتابع عند جهه مختصه، ولازم في النهايه يكون ان لحد ما يوصل الى نتيجه البي سي ار اندتكتابل، لكن السي دي ار 639 تعتبر كويسه جدا وهو حالته كويسه. احمد موسى بيسال هل الكومبو بعد 43 يوم من الشك يعتبر قطعي؟ نعم يعتبر قاطع. هل يمكن الإصابة بالفيروس من أول مرة؟ الإجابة مفيش قاعدة، ممكن واحد من مرة يصاب، ممكن واحد من 10 مرات ما يصابش، لكن القاعدة إن مع تكرار المعاشرة فرصة الإصابة بتكون أكتر. الله إزمي ده اسمه المساج من مش عارف إيه كده بينقل؟ لا ما بينقلش المساج من أي نوع، ما بينقلش العدوى. شام شمالي بنتي لديها إفرازات صفراء مهبلية عمرها 10 سنين لم تشفى بعد 3 مرات متتالية من الدواء. طبعا ده التهابات يا شام والدواء يمكن ما يكونش مناسب، فابعتي لي تفاصيل كده هو ده، لأن حاجة مهمة دي لازم تاخد علاج مظبوط وتتحسن بإذن الله تعالى. يوسف بعد شوية تحاليل كده بس يبدو ان في حاجة مش مظبوطة غلط يعني في الكتابة بتاعته، HBE antigen تقصد E ولا S؟
سلبي سلبي، لكن على كل حال التحاليل كلها زي ما انت كاتبها كده سلبية. ابعت التفاصيل عندي على الموقع dr-hilal.com بالتفصيل وصور التحليل، وانا اجاوبك ان شاء الله.